هناك من يؤكد بأن إيران ليست بحاجة للنفط الخام، تعاني أساساً من تراكم كميات ضخمة لديها بسبب العقوبات المفروضة عليها. فالتساؤل المطروح، ما الذي من الممكن أن تفعله إيران بالنفط العراقي؟ يعني سؤال دقيق، وهذا سؤال من جنابك وجنابك متابعة بالمشهد الإعلامي والسياسي العراقي منذ عشرات السنوات يعني. لكن وحتى المواطن البسيط اليوم يسأل، يقولون إيران لتمتلك يعني تمتلك كميات كبيرة من النفط الخام، كيف يأتي العراق يأتي لها نفط حتى يستورد الغاز؟ العراق إذا لم يتحرر من العامل الخارجي تستمر هذه الأزمات، مرة مفتعلة ومرة تكون أزمات آنية. النقطة الأخرى، على ما يبدو تحاول إيران أن تحتال أو تلف على العقوبات التي فرضت على أمريكا، لكن العراق هل يمتلك القوة الحقيقية على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي تواجه الولايات المتحدة؟ أنا أقول لك كلا، لأن الدولار ما زالت أمريكا مسيطرة عليه، وحتى الموارد التي يحصل عليها العراق حينما يقوم ببيع النفط كل الأموال تذهب إلى البنوك الأمريكية. نحن الآن العراق ينبغي أما أن يكون محايدا معتدلا مع إيران ومع أمريكا، لا يحتسب على هذا المحور أو ذاك المحور، وأما أن يبتعد عن هاتين الدولتين، وهذا يحتاج قرار. ودائما أنا أقول القيادة قرار، لابد المواطن يسلم قراره إلى القائد الناجح الذي يمتلك ويتسم بالجرأة الحقيقية حتى فعلا تكون دولة متحررة، لا دولة تابعة لهذه الدولة الأخرى أو لهذا الأفضل.